مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شات وذ طارق. معكم طارق السمهوري من الاردن بحلقه جديده حوار جديد. قبل ما ابدا حواري لليوم في بعض التنويهات بحب احكي عنها بالبدايه. اول شيء اي حدا برا الشات بيقدر يدخل معنا بانه يكتب اسمه عند اليوزر نيم سواء كان الاسم الحقيقي او اي نيك نيم هو بحب انه يختاره. ما في داعي لباسورد بس اليوزر نيم اسمك او اي اسم مستعار نيك نيم انت بتحب انك تستعمله. اذا بصير اي توقف للصوت او للصوره نعمل كليك يمين نختار ريفرش فيديو الصوت والصوره بيرجعوا تلقائيا. حلقه اليوم رح تكون من فصله او خلينا نقول من قسمه لجزئين او قسمين. الجزء الاول رح نحكي شوي عن الاحداث اللي حدثت يوم الاربعاء الماضي بمصر، طبعا بعد نهايه المباراه اللي صارت ببورسعيد بين فريق المصري والفريق الاهلي. فحابب شوي اسمع بعض التعليقات منكم على هذا الحدث، بايش بتبرروه؟ هل هو يعني شيء فعلا جاستيفايد احنا بنقدر انه نلاقي له مبرراته ولا لا؟ خاصة انه اول مرة حدث مثل هيك بيصير ببلد مثل طبعا مصر بتحب الكرة وإلها يعني شعبية خاصة بالنسبة إلها. يعني كان شيء كثير مستغرب في الإعلام العالمي والعربي انه الكل كان يحكي بالفترة الماضية عن هذا الحدث اللي صار، اللي هي كمان أخر الثورات اللي عملها بتصير كمان لورا. اول شيء خليني ارحب بمحمد. محمد اهلا وسهلا ويلكم باك. طبعا انت كنت بتركيا لفتره طويله وهلا رجعت، بتمنى لك اجود تيرم لانه بكره بدك تبدا المدرسه مره ثانيه. محمد بيقول I didn't watch the game but I've heard of what happened. يعني كلياتنا يا محمد عمالنا بنتواصل من خلال الانترنت اكثر شيء وبنحاول انه نعرف ليش هذا الحدث صار، مين وراه. يعني هلا كثير في كلام وشكوكات كثير بس لهلا مش قادرين نعرف مين وراء هذا الحدث الكبير اللي ضحايا كثيره، سواء انه الموتى اللي وصل عددهم لاكثر من 74 غير الجرحى، فهذا شيء اكيد ما بيرضي اي حدا. تدمون نزلنا تمويه بيقول لمعرفه كل اخبارنا اول باول انضموا الى صفحتنا على الفيسبوك او على تويتر. اذا عندنا تو لينكس، واحد على الفيسبوك واحد على تويتر. عشان تقدروا تتواصلوا معنا اكثر تقدروا ترجعوا للتو لينكس عشان تعرفوا مواعيد البروجرام وتعرفوا الاوقات كمان. مره ثانيه خليني ارحب بكل الموجودين برا الشات واقول لهم تقدروا تدخلوا بانكم تكتبوا اليوزر نيم اسمكم او اي اسم مستعار نيك نيم انتم بتحبوه بدون باسورد. دخل معي ميدو الزعيم، اهلا وسهلا ميدو. اول شيء ميدو طبعا هو عباره عن صديق لصفحتنا على الفيسبوك الجروب. برحب فيك ميدو واهلا وسهلا فيك. وما بعرف اذا انت اول مره عمالك بتشاركنا بالحوار ولا شاركت قبل هاي المره. على كل حال اهلا وسهلا يا ميدو. ميدو بقول لي انه انا مصري. ميدو انا كنت احكي قبل شوي وشاركني محمد عوض بالموضوع انه احنا عمالنا بنحكي عن جزئين من الحلقه. الجزء الاول رح نحكي شوي عن الاحداث اللي صارت بمصر الاسبوع الماضي اللي هو بالتحديد يوم الاربعاء ببورسعيد، عقب انتهاء المباراه ما بين الفريق المصري وفريق الاهلي اللي انتهى طبعا المباراه بفوز الفريق المصري ضد الفريق الاهلي، طبعا الفريق عريق جدا. فبدي اعرف منك ايش تعليلك للموقف، يعني ايش السبب وراء هاي الشغله اللي صارت؟ يعني في كثير ناس ضحايا وهم ما لهم اي ذنب باللي صار، شو السبب؟ طبعا تتمون نزلنا تمويه ثاني وقال اذا توقفت الصوره او الصوت اعمل كليك يمين على الفيديو واختار ريفرش فيديو لمشاهده افضل. يرجى اغلاق اي صفحات نت اخرى اثناء مشاهده البث. ميدا بقول لي بورسعيد مباراة الاهلي والمصري. بالضبط يا ميدو، احنا هذا اللي عمالنا بنحكي عنه. الجزء الاول من الحلقه راح يكون عن هذا الحدث، يعني الكل عالميا مستغربين انه بمباراه انه يصير هيك شيء.
واحنا بنعرف قديش الشعب المصري بيحب وبيقدر الكرة، كرة القدم بالنسبة له تعتبر انه اشي كتير عظيم، اشي كتير كبير. فانه يصير مذبحة وقتل وارواح اموات فيها اشي اكيد ما برضي اي شخص. ميدا بقول لي والله البورسعيدية بيقولوا برغم كرههم للاهلي ما توصلش للدرجة دي. محمد بقول what happened was really out of control. It's true محمد, but we want to know why it was out of control. Why they couldn't control themselves. This is what we need to know. تتمون بيقول قنوات تتمون تتقدم بخالص الأسف والعزاء لشهداء مصر. أكيد يعني كليتنا في جميع الدول العربية منقدم تعزينا للشهداء الأبرياء اللي كانوا ضحية هذا الحدث اللي ما كان فيه إنهم ذنب من خلاله, والإشي اللي رح يرجع الثورة لورا مثل قدام. يعني ما بعرف أنا ليش هيك إشي صار ومين اللي خطط إله. ميدو بقول مش البورسعيدية فعلا اللي يعملوا كده. يعني ميدو إذا حاسس إنه في طرف آخر وراء هذا الشيء. عوض the Borsaid were jealous. لا يا محمد, لأنه they won the match. The other match was the other team was المصري which belonged to Borsaid and they won the match. So I don't think it was a matter of jealousy. هلا ميدو بيرد على محمد بقول مضبوط إنه هم يعني jealous, بس ما يعني I don't think so إنه بنقدر إنه نحط هاي الشغلة بالموضوع. ما بعرف, بس انه يا ريت انتم تبرروا لي وتقولوا لي ليش تعتبروا الموضوع موضوع حسد او جيلسي. مره ثانيه خليني ارحب بميدو. زي ما قلت هو عباره عن صديق لنا على الفيسبوك بالجروب. ومحمد طبعا هاي ثاني مشاركه له. دخل معي منير. اهلا وسهلا منير. اذا في معي محمد عواد, معي ميدو الزعيم, ومعي منير. عمالنا نحكي اليوم عن جزئين من الحلقة. الجزء الأول رح نحكي شوي عن الأحداث اللي صارت في مصر يوم الأربعاء بعد نهاية المباراة بين فريق المصري والفريق الأهلي, وبدنا نعرف شو السبب من هذا الشيء. منير بقول هلو. هلو منير. محمد عواد, I know that they won but they were jealous because the أهلي have a sport spirit even though they lost. In a way it's true محمد, صح مظبوط انه الروح الرياضية خلنا نقول عند الفريق الاهلي يمكن كانت عالية كتير وما اهتموا بالخسارة, لانه بالنهاية طبعا الفريقين فريقين مصريين وبهمهم بالاخر انه يبينوا صورة مصر بافضل صورة. تتمون بيقول الاراء المطروحة على شات البرامج لا تعبر بالضرورة عن سياسة القناة. مرة تانية اذا برحب بكل الموجودين معي, واي حدا برا الشات بيقدر يدخل انه يكتب اليوزر نيم اسمه, سواء كان الاسم الحقيقي او اي نيك نيم انتو بتختاروه, ما في داعي لباسورد. هلا مرة تانية بحكي لي ميدو, لسه واحد كان بيقول ان البورسعيدية فرحوا لانه اول مرة المصري يفوز على الاهلي. اذا يعني موضوع انه الحسد خلينا نقول او الجلسي كان سببها ان هم شعروا ان هم فازوا فبالتالي حبوا ينتقموا, بس اكيد في اشي وراء هذا الموضوع. محمد بقول I am not a football fan but what happened is really strange. It is strange. دخل معنا كمان عمر على الشات. اهلا وسهلا عمر. عمر احنا عمالنا بنحكي عن جزئين من الحلقة اليوم. الجزء الأول رح نحكي شوي عن الأحداث اللي صارت ببورسعيد الأربعاء الماضي بعد نهاية المباراة بين فريق الأهلي والمصري واللي انتهت بفوز الفريق المصري على الفريق الأهلي وصارت فيها المجزرة اللي كنا سمعنا عنها من خلال الإنترنت. ميدو بيقول لا ما بيحبوش ينتقموا يا طارق, هم كانوا نازلين يحتفلوا بس. يعني للأسف الاحتفال انتهى بمجزرة كتير كبيرة. مش عارفين مين ورا كان هاي الأحداث اللي صارت مرة تانية. يعني كليتنا أكيد بنحب إنه نقول مش هاي الصورة اللي إحنا بنحب نشوفها بأي بلد عربي, مش هاي الصورة اللي إحنا بنحب إنه ننقلها للعالم الغربي ولأي
حد عماله بتفرج على مباراة بالذات لفريق عريق مثل الفريق الأهلي اللي كان ضحية المباراة. تسمون مرة ثانية إذا بيقول لمعرفة أخبارنا أول بأول، انضموا لصفحتنا على الفيسبوك أو على تويتر، التو لينكس موجودين، بتقدروا تعرفوا مواعيد البرامج، أيام البرامج اللي هي بتبدأ من السبت للأربعاء كل يوم الساعة 9. ميدا بقول لي بس حصلت المجزرة اللي أنت بتحكي عليها دي، يعني إذا هم نزلوا يحتفلوا وتفاجئوا بالمجزرة اللي صارت اللي كان مخطط لها من أطراف أخرى. محمد، what happened was really silly from a nice spiritual game to fire and war. Yes, exactly this is what happened. يعني احنا كنا نتوقع انها تنتهي على خير، على احتفال، يرجع الفريق الاهلي مره ثانيه على القاهره، بغض النظر كانوا منتصرين ولا خسرانين المباراه، هم اعمالهم بيلعبوا ضمن طبعا الدوري المصري اللي بعد هاي المباراه اتوقف الدوري لانه ما حدا بيعرف ايش ممكن يصير في مناطق كمان ثانيه وفي مباريات ثانيه. ميجا بيقول صح. طيب اذا عشان بس انه ننهي هذا الموضوع عشان ابدا بالموضوع الاخر لحلقه اليوم، بدي اعرف هل يعني هذا الاشي لوين راح يودي الثوره لورا؟ يعني هلا احنا كنا نحتفل قبل فتره بسيطه قبل اقل من شهر بمرور عام كامل على الثوره المصريه، بعد ما انهم قدروا يعملوا برلمان خاص فيهم، بعد ما انتهت الاول جلسه للبرلمان ويصير هذا الوضع، ايش ممكن يصير؟ ايش الخطوه الثانيه تتوقعوا انها تصير؟ يعني حابب اسمع من ميدو، من محمد، ومن منير اللي دخل وطلع بعدين، مش عارفين اذا قدر مره ثانيه، شو بتتوقعوا انه ممكن يصير للثوره؟ ولوين ممكن يا نرجع او نتقدم، وكيف السبيل انه احنا نتقدم؟ اذا عبال ما اسمع الجواب من ميدو، من محمد، ومن اي شخص موجود برا الشات، زي ما قلت بيقدروا يدخلوا بانهم يكتبوا اليوزر نيم بدون باسورد. تدمون بيقول اذا توقفت الصوره او الصوت اعمل كليك يمين على الفيديو واختار ريفرش فيديو، ولمشاهده افضل يرجى اغلاق اي صفحات نت اخرى اثناء مشاهده البث. اذا عشان نقدر انه نتحاور ونتشارك مع بعض، هاي التمويهات موجوده هلا على الشات بيج الموجوده عندكم، فبتقدروا انكم تعملوا كليك يمين على الصوره في حال صار في توقف وتختاروا ريفرش فيديو، الصوت والصوره بيرجعوا اوتوماتيكلي. محمد جاوبني على السؤال اللي سالته، بيقول it will get worse because if Egyptians don't like each other who would like them. هو يا محمد اكيد هم الشعب المصري طبعا شعب متحاب جدا، ولكن وجود يمكن بعض العناصر اللي بتحاول انها تخرب او انه تسوي هاي الصوره، هو هذا اللي عماله بيصير، يعني زي ما صار بهاي المباراه، يعني من احتفال تحولت الى مجزره ولا شهداء. فيعني اكيد كليتنا بنبدي اسفنا على اللي صار، وبنتمنى انه الايام اللي جاي تحمل إلنا ولجميع الدول العربية وبالذات طبعا لمصر الاستقرار، الأمان، وأحداث مثل هيك إن شاء الله ما تتكرر. فيمكن بأوضاع مثل هيك، يعني أنا حبيتني أختار موضوعي لليوم عشان يتماشى مع الأحداث اللي عمالها بتصير، يعني إحنا أقرب ما يكون إنه نكون متقاربين أكثر، متحابين أكثر، وهذا الإشي ما بيكون إلا إذا الإنسان فعلا من جوا بيكون إنسان خلينا نقول عنده حب وعنده حس وطني وعنده حب لمساعدة الآخرين. وكل هذا أكيد ما بيصير إذا ما كان في بحياتنا وجود للصديق اللي هو اليوم موضوعي، راح أحكي عن الصداقة بشكل عام والصديق بشكل خاص. بس قبل ما أبدأ، محمد بيقول لي but usually football games lead to celebrations not war. It's true. So نبدا اذا هلا ونرجع لموضوعنا اليوم. ناديه دخلت هلا على الشات، اهلا وسهلا. ناديه، احنا كنا نحكي عن الاحداث اللي صارت بمصر، واذا في عندك اي تعليق حابب تحكي عن اللي صار ببورسعيد انا على استعداد اني اسمعه قبل ما ابدا بحواري لليوم. بتقول يا جماعه انا دخلت علشان اتغصت،
لازم نفهم ان اللي حصل مدبر. طيب ازاي يا نادية اللي حصل مدبر؟ يعني يا ريت تقولي لنا من وجهة نظرك مدبر من مين؟ مين الطرف اللي له مصلحة انه يعمل هذا الشيء؟ صرت تقول لازم نفهم اللي حصل مدبر ومش منافسة غير شريفة. يعني اذا الموضوع من وجهة نظرك ما إلوش علاقة بكرة القدم، بالفوز والخسارة، ما إلوش علاقة بالنادي الاهلي او النادي المصري، اشي مدبر. بتقول البورسعيدية نفسهم جابوا اسماء اللي نظموا للمجزرة دي. يعني اذا انت عمالك بتقولي لنا اشي كتير مهم، وهذا الاشي احنا نصله انه اكيد الشعب المصري شعب واحد، شعب متحاب، واكيد ما رح يسمحوا لهذا الاشي انه يصير. فاذا مش البورسعيدية بنظرك هم اللي عملوا هذا الاشي، واللي كان مستهدف فيها الشعب المصري كله والالتراس بكل خاص. طبعا محمد عوض بقول this is true، اذا بوافق نادية على اللي صار. ان شاء الله يعني تظهر الحقيقة ونقدر نعرف ايش اللي صار وليش هيك عماله بيصير، لانه اكيد ما في حدا فينا بحب انه يشوف الثورة بعد ما بدأت انها ترجع لورا. احنا بدنا اياها تمشي للامام عشان تنحل الامور ونقدر انه نبدأ بداية جديدة، خاصة انه احنا يعني ما صلنا لسه شهر بدين بسنة جديدة اللي هي 2012. طيب اذا هلأ نرجع ونبدأ الجزء الثاني من الحوار اللي راح يكون عن الصداقة وعن الصديق بشكل خاص. كل حدا فينا اكيد بيحتاج لصديق يكون جنبه، خاصة بالاوضاع اللي احنا بنعيشها. نحتاج لشخص نفضفض له، شخص نحكي له ايش اللي بداخلنا. ولكن السؤال، هل الشخص هذا هو موجود هو عبارة عن الاي فريند؟ على كل ايتنا بنقضي وقت كتير طويل على الانترنت، سواء كان على الفيسبوك، على تويتر، على البلوج، على اي موقع من المواقع. هل الصديق الحقيقي، الصديق اللي احنا بنقدر نشوفه ونحكي معاه فيس تو فيس، انقرض وحل محله الاي فريند؟ هذا اللي انا حابب اني اسمعه اليوم منكم واعرف. شو تعريفكم للصديق؟ ليش احنا بنعتبر انه شخص نقدر نعتبره صديق وشخص ثاني لا مش صديق؟ ايش مواصفات الصديق اللي احنا بننظر له بحياتنا؟ هل احنا فعلا بحاجه لصديق؟ فهاي اشياء كثير انا حابب اسمعها منكم. محمد بيقول لي اي ابريشيت ماي فريند. نادية دخلت مرة ثانية، يا ريت نادية تشاركينا وتقولي لنا عن الصداقة. أنا حضرت شوية كوت بالعربي وبالإنجليزي، رح نناقشها مع بعض ونشوف شو تعريفكم للصديق، كيف الصفات اللي احنا بندور عليها بصديق اليوم، وكيف احنا ممكن نستبدل صديقنا بأشخاص ثانيين. هل ممكن نتسامح مع صديقنا ولا لا؟ محمد بيقول why you call e-friends are basically fake friends. Some of them are، لأنه يعني في منهم ما بيعيشوا معنا، يعني في منهم احنا بنتعرف عليه بس هو بيكون ببلد تانية ما بيكون عايش معنا، فبالتالي انه صعب التواصل، ما بنقدر نشوفه فيس تو فيس. يعني اللي عماله بيشتغل يا محمد only the keyboards، you just chat through keyboards and through letters and this is not what we are looking for، we are looking for a person to talk to him face to face. اقرأ لكم بعض الكوت الموجودة بالعربي. في بيت من الشعر كثير انا حبيته وانا عمال بدور اليوم للامام علي، بيقول البيت اتطلب صاحبا لا عيب فيه واي الناس ليس له عيوبه. يعني كثير صعب انه احنا دائما بنحاول ندور على الصديق البيرفكت، الصديق اللي ما فيه اي اخطاء، وهذا الاشي اكيد مش موجود ابدا، لانه no one is perfect، ما في حدا كامل، يعني احنا نفسنا مش كاملين، فكيف نتوقع من صديقنا انه يكون كامل؟ قول ثاني لفولتير بقول ان كل امجاد العالم لا تعادل صديقا صادقا. اذا من اهم الصفات اللي احنا لازم ندور عليها بالصديق اللي هي الاونستي، الصدق. يعني كل ما كان صديق صادق اكيد احنا نتمسك فيه. يعني حابب اسمع من نادية، محمد عواد، ميدو اذا برا عمال بتفرج علي من برا الشات يا ريت تدخل مرة ثانية، أي حدا برا الشات نكتب اسمنا على اليوزر نيم بدون باسورد ونشارك بالجزء الثاني من الحوار اللي هو بيحكي عن الصداقة. كل حدا فينا بيحتاج لصديق، كل حدا فينا بيحتاج لشخص يحكي له، يفضفض له لما يكون زعلان، لما يكون مبسوط يشاركه فرحته. فوين هذا الصديق هلا؟
هذا اللي انا حابب اني اسمعه، شو الصفات اللي احنا بنختارها بصديقي اليوم؟ طبعا قوله هو ماخوذ من الانجليزي ومترجم للعربي اللي هو الصديق وقت الضيق، اللي بيحكي a friend in need is a friend indeed. فكمان حابب اني اعرف منكم ايش رايكم بهذا القول. بعدين في عندي قول ثاني لعدي بن زيد، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصاحب الاردى فتردى مع الردي. كمان هذا الاشي كتير حبيته. اذا محمد عوض دخل مرة ثانية بام اي. امام الشافعي بيقول صديق صدوق صادق الوعد منصفا. اذا هاي بعض الاقوال اللي كانت بالعربي، كمان شوي رح اقرأ شوية اشياء بالانجليزي ونحاول نترجمها مع بعض. هلا مرة ثانية انا حابب اني اسمع كيف تختاروا اصدقائكم، كيف تحكموا على واحد انه هذا ممكن يكون a good friend واحد تاني لا مش good friend، شو المعايير؟ ايش المعايير اللي احنا بنحطها؟ محمد بيقول لي these quotes are amazing. اذا محمد حب الكوتس اللي انا قرأتها بالعربي ولسه في بالانجلش، يا محمد رح اقرأهم كمان شوي. نادية انت لساتك معنا، فحابب اسمع منك شو تعريفك للصديق، شو الصفات اللي انت بدوريها للصديق، مين ممكن نعتبره صديق إلنا؟ صديق الطفولة ام صديق اللي احنا متعرف عليه بالدراسات الجامعية او زميلنا بالعمل؟ مين من هدول الثلاثة اللي بمروا علينا بمراحل مختلفة من حياتنا ممكن يعملوا a good friend؟ يعني انا كتير حابب اسمع منكم مين الصديق اللي احنا مندور عليه وكيف ممكن نلاقيه. بعد هيك حابب اعرف امتى ممكن احنا نتسامح مع صديقنا وامتى لا. محمد بيقول when I choose my friends I first look at their personalities. اذا محمد بدور على الشخصية نفسها، بشوف شخصيته اذا بتتناسب معاه ولا لا. نادية بتقول الاصدقاء اللي على النت مش دائما كويسين. انا معك يا نادية، عشان هيك انا قلت انه ايش هم الاي فريندز، هل نقدر احنا دائما انه اي حدا على الاي فريندز انه على النت يعني نتواصل معاه ولا لا؟ فيعني هذا اشي كمان كتير ضروري. محمد بيقول my best friend is my relative he is my second cousin. اذا محمد بيعتبر انه ال second cousin اله هو الصديق المخلص او ال best friend اله. امتى بنحكم على شخص انه هذا الشخص ممكن يكون لنا best friend وامتى لا وليش؟ يعني هاي كمان شغله كتير مهمه. هل ممكن انا اسامح صديقي ولا لا؟ امتى ممكن اسامح صديقي وامتى ممكن ما اسامحه؟ مره ثانيه تسمون نزلنا تمويهين لمعرفة كل اخبارنا اول باول، انضموا الى صفحتنا على الفيسبوك او على تويتر، في عنا تو لينكس موجودين عندكم على الشات بيج، بتقدروا ترجعوا لهم عشان تعرفوا الاخبار وتنضموا كمان على الجروب الموجودة لنا بالفيسبوك. محمد بيقول هي از وذ مي ان سكول تو سيف. اذا البيست فريند لمحمد اللي هو سيف ومعاه طبعا بالسكول ومعاه بالصف، فهو بيعتبره البيست فريند له. نادي حابب اعرف مين البيست فريند الك وليش؟ واي حدا موجود برا الشات يا ريت ندخل ونتناقش بهذا الموضوع، لانه موضوع اكيد بهمنا كلنا، كليتنا ما بنقدر نعيش بدون صديق. يعني هل ممكن الانسان يعيش بدون صديق؟ هذا كمان هو سؤال انا حابب اني اساله. كيف ممكن نعيش لحالنا؟ هل ممكن نستبدل الاصدقاء باي اشخاص ولا لا؟ محمد بيقول هي از وذ مي ان سكول تو سيف. اي also is my relative too. The true friend is like a mirror but without a mask. اذا عمر بيقول انه الصديق المخلص هو عبارة عن مرآة لنا بدون قناع، يعني نقدر احنا نشوف حالنا reflection بدون ما إن نبقى لابسين اي قناع. طبعا هذا it's a very beautiful quote من عمر. تزامون بيقول اذا كنت تريد ان تشارك الان بالصوت والصورة او بالصوت فقط اكتب ذلك على الشات. طيب هلا اذا عبين ما اكمل معكم خليني اقرأ لكم بعض الكوتس اللي انا طلعتها in English وكتير حبيتها بصراحة. في كاتبة طبعا كتير مشهورة اسمها ايميلي ديكسون بتقول my friends are my estate. انه اصدقائها بتعتبرهم هو العقار الها، يعني كتير في ناس اهم اشي الهم اللي هو العقار انه يشتروا، فبتقول هو هذا الاشي البدوم. طبعا هون في اكيد مغزى اكثر من هيك، هي it's like a symbol اكيد اشي رمزي اللي هو بنظر يعني بقيمة الارض نفسها، يعني قد ايه احنا حبنا لارضنا لوطننا، ف
فبتشبه الأصدقاء بهذا الشكل. قول ثاني كتير حبيته لشخص اسمه ألبرت كيمس بيقول: Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend. بيقول ما تمشي قدامي ممكن أنا ما ألحق. ما تمشي خلفي يمكن أنا ما أقودك للي أنت بدك إياه، أكون قدامك وأنت تقتدي فيي. Walk beside me، امشي جنبي وكون صديقي. فهاي من الأقوال اللي أنا بصراحة كتير حبيتها. في ألبرت هابرد كمان حكى شغلة كتير حلوة: Your friend is a man who knows all about you and still likes you. إذا صديقك هو الشخص اللي بيعرف عنك كل إشي ومع هيك بضل هو صاحبك، لأنه زي ما قلت ما في حدا فينا بيرفكت، في عنا أخطاء، وصديقك لازم يتقبلك زي ما أنت. الصديق إذا بتقبلك زي ما أنت. محمد بقول لي: I think the family thing makes friends kind of better, that's why I love my best friend. إذا هو بحب سيف لأنه طبعا هم عائليا بيقربوا لبعض، فبالتالي بيقدر يشوفه أكثر، والتقارب العائلي أكيد بخلي الأقرب إله. When your friend is part of your family and with you in school, you may feel more comfortable, and that's true. إذن ميدو دخل مرة تانية على الشات. ميدو حابب نتقول لي مين الصديق بالنسبة إليك، كيف أنت بتختار أصدقائك وكيف بتقيمهم، عشان أقدر أعرف منك إيش الصديق بالنسبة لإلك. توتامون بيقول: إذا كنت تريد أن تنضم إلى أسرة قنوات توتامون وتقدم برنامجك، ادخل لللينك قدم برنامجك الموجود على أعلى الشاشة اللي هي شاشة البث. ميدو بقول لي: آسف يا طارق لانقطاع الاتصال. It's okay ميدو، المهم انك انت رجعت لنا مرة ثانية. اذا معنا ميدو، معنا نادية، معنا عمر، ومعنا محمد عوض. انا كتير سعيد بتواصلكم معنا وبوجودكم اليوم بقناة توتامون. قناة توتامون اول قناة نت بالشرق الاوسط. إذن كان هذا عبارة عن quote.
موجودين، انا اعمالي بقراهم بين فتره والثانيه عشان اشوف واخذ منكم انتو. يعني هلا انا بدي اسالكم ايش الاشياء اللي بتخلي انه صديق معين يمشي معكم ويكمل صداقته لكم؟ يعني ايش المواصفات اللي انتو بتختاروها؟ كثير حاببني اسمع انا من ميدو، من نادية ومن محمد. وزي ما قلت اذا في اي حدا برا الشات يا ريت ندخل بانه نكتب اليوزر نيم بدون باسورد عشان تقدروا انكم تتواصلوا معي. فامتى ممكن كمان زي ما قلت نسامح صديق، وامتى ممكن انه ما نسامحه؟ امتى ممكن انه اذا عمل شيء نقول خلص الصداقة لازم تنتهي عند هذا الحد؟ فيعني حابب اعرف اذا صار في مواقف معينة مع صديق معين وادت لمشكلة، بس قدرتوا انكم تتخطوا هاي المشكلة او انه ما قدرتوا تتخطوها. اكيد طبعا هذا له علاقة بالمواصفات اللي عملها بتصير. فاحاول اني اخذ اجابات من ميدو، من محمد، من عمر ومن نادية على هذول السؤالين قبل ما نكمل ونقول هل ممكن انه احنا نتقابل بالصديق الحقيقي اللي هو الترو فريند اكثر من مرة. هذا اشي كتير كمان مهم. تسمون بيقول اذا كنت تريد ان تشارك الان بالصوت والصورة او بالصوت فقط اكتب ذلك على الشات. يعني اذا اي حدا فيكم حابب يحكي معاي اكتبوا على الشات انه انتو حابين هذا الاشي. تسمون بنزلكم الستيبس الخطوات وبنقدر نتواصل ونحكي مع بعض اكثر بهذا الموضوع. ميدو بقول لي ممكن، يعني ممكن. هلا ما عرفت ميدو هذا لجوابي للسؤال الاول ولا الثاني، لانه سالت سؤالين انا. السؤال الاول كان انه ممكن نسامح صديقنا ونكمل ولا لا، والسؤال الثاني كان انه ممكن نقابل صديق مخلص اكثر من مره ولا لا. اوكي ميدو، اذا ميدو بقول لي لا، هذا للجواب الثاني انه ممكن احنا نلاقي الصديق اكثر من مره. طيب هل صارت هاي الاشي معك ولا لا؟ يعني حابب اعرف من ميدو انه صار معك انه قابلت اصدقاء تانيين واكتشفت انه فعلا they make good friends، انه ممكن يكون اصدقاء مخلصين ولا لا؟ وليش؟ شغلة تانية، قديه احنا ممكن يكون في عنا اصدقاء؟ يعني في كتير ناس بيقولوا انه اذا اتخطوا الاصدقاء خلينا نقول الخمسة معناته في اشي مش مزبوط، يعني مش ممكن يكون هدول الخمسة هم best friends، اصدقاء كتير. يعني هلا اكيد احنا في لنا زملاء، في لنا معارف كثير، ولكن الصديق اللي انت ممكن انك تلجأ له بكل وقت اكيد ما راح يتخطوا الخمسه، ممكن يكونوا اقل من هيك، ممكن يكونوا واحد اثنين ثلاثه ما بعرف قديش. حابب اعرف منكم قديه. ميدا بقول لي لا، لانه انا عندي اصدقاء كثير مخلصين. محمد I would like you to listen to this song. Please let us hear it. انا نزلت على الجروب يا محمد، اذا بس نخلص البروجرام ارجع على الجروب. نزلت انا على جروب تو تمون اغنيه كثير مشهوره عن الفريندشيب اسمها فريندز ويل بي فريندز لكوين. في كثير اغاني عن الفريندشيب، في اغنيه كمان اسمها ذاتس وات فريندز ار فور، اشولدر تو كراي اون، واغاني كثير كمان بالعربي بتحكي عن الصداقه. هلا اذا نقدر نسمع هاي الاشياء من خلال الجروب تبعنا. هلا تتمون علشان اي صفحات نت سوف تعيق البث لديكم. اذا يعني تتمون مش حابب انه يحط اشي واحنا عمالنا بنسمع، لانه لما ينزلنا اي اشي راح شوي يصير في عنا خلل بالبث. ميدو بقول نعرف بعض من ايام الطفولة، اذا هو الاصدقاء الموجودين معاه بيعرفهم من ايام الطفولة. وانا هذا الاشي اللي عمالي بحكيه محمد ويا ميدو انه الاصدقاء مين هم المخلصين؟ هل بس انه هم من ايام الطفوله لانه بيعرفوا عنا كل اشي؟ لانه واحد من الكوتس اللي انا قراتها بيقول انه الصديق المخلص هو اللي بيعرف عنا كل اشي وبرضه بيحكي معك. فهذا اشي كثير مهم انه رغم كل اشي عماله بيصير بضل هو صاحبك. هلا عمر بيقول لي اوف كورس يو ويل فايند ا فريند مور ذان وانس، اذا احنا ممكن نلاقي صديق اكثر من مره. محمد ان شاء الله يعني انا راح بعد ما اخلص البروجرام راح احاول ادور عليها للاغنيه اللي هي True Friends باي هانا مونتانا وانزلها على الجروب ونقول انه هاي عباره عن ديديكيشن، اهداء من محمد عوض صديق تتمون لكل اصدقاء تتمون. نجيب دخل معنا على الشات، اهلا وسهلا نجيب.
نجيب احنا عمالنا بنحكي عن الفريندز وقديش هم مهمين بحياتنا. حابب اعرف منك مين الصديق المخلص بالنسبة لك، وكيف تعتبر شخص انه صديق وشخص لا؟ هل ممكن تسامح صديقك ولا لا؟ يعني في كمان قول انا كمان قرأته كتير كان حلو، انه الانسان بيقدر يسامح عدوه بس ما بيقدر يسامح صديقه. هل انتو مع هاي الاشي؟ يعني ممكن هتوصل لهاي الدرجة انه ما نقدر نسامح صديقنا وليش؟ تسامون بيقول لمعرفة كل اخبارنا اول باول انضموا لصفحتنا على الفيسبوك او على تويتر، واللينكس موجودين عندكم. اقرأ كمان كود تاني كتير حبيته، بيقول make new friends and keep the old, one is silver and the other gold. اذا الاولد فريندز بتحول بصيروا زي الجولد زي الذهب، والذهب بيكون السيلفر لحد ما هم يقدموا انت تعرف عنهم اكتر. فكمان هاي المقارنة كتير حلوة، انه احنا صحيح انا اصدقاء كتير زي ما حكالي ميدو، انه قال لي انه هو له اصدقاء كتير من ايام الطفولة. هلا بعض هدول الاصدقاء يا ميدو اكيد بربوا معك وبضلوا معك، وفي اصدقاء لا ما بضلوا معك، يا بتقل صداقتهم بضلوا موجودين بس مش بنفس الصلة. فممكن هدول نعتبرهم السيلفر والجولد، ان هم بضلوا موجودين على مدى السنين عمرنا. فميدو بقول لي اكيد. شغلة ثانية كمان انا كتير حبيت هذا الكوت، بيقول friendship is one mind in two bodies. يعني كلنا كانوا متقاربين الاصدقاء لبعض، بتحس ان هم اثنين عايشين بجسم شخص واحد. فكمان هذا كوت كتير حلو. if you judge people you have no time to love them. مدر تريزا حكت هذا الاشي، انه اذا احنا بنضلنا نطلع على اخطاء الاشخاص ونضلنا بس to judge them ونحكم عليهم اكيد ما راح نلاقي وقت ان نحبهم. عمر بقول the friend is important as my brother. اذا احنا ممكن اصدقائنا نعتبرهم بدرجة اخواننا، يعني a friend can be a brother or a sister. محمد عوض بقول silver, gold and platinum friends. مظبوط، اذا احنا بنقدر نلاقي ثلاث انواع من الاصدقاء. ميدا بقول بس انا عندي صديق برغم اني انا اعرفه من 5 سنين بس حاسس انه اكتر من اخي. بتصير يا ميدو، انا معك. يعني انا كتير تعرفت على ناس انه بعد ما اشتغلت بكتير بسنين يعني، وفعلا كتير بعتبر هدول الاصدقاء اقرب من اصدقاء الي تربوا معي. فهذا الاشي كتير صحيح. يعني كتير مرات التقارب، ما هذا العمالة بنحكيه، انه مرات انه بتشعر انه انت الصديق، انه two minds in sorry one mind in two bodies. ليه؟ لانه العقلين كتير بتشابهوا مع بعض، فبتشعر انه انت بتعرفه. محمد بيقول platinum friends are better than gold. اكيد، يعني احنا بنتمنى انه نوصل لهي المرحلة اللي هي بنوصل للي هم اللي بيقولوه best friend. الصديق اللي كتير بيكون best friend اكيد رح يوصل لدرجة انه هو يصير platinum. ميدا بقول لانه تفرق الصداقة من طريقة معرفتك فيه. اكيد، يعني الطريقة اللي احنا بنتعرف فيها على الصديق ببين. يعني كمان في كوت ثاني بيقول لك انه المسفورتن اللي هي اللحظات الحزينة التعيسة اللي بتصير معك هي بتعرفك مين اصدقائك الحقيقيين the true friends. انه the true friends ببينوا بالمسفورتن، بوقت الحزن، بوقت الحاجة لهم. انا ما بدي صديق وانا فرحان انه يكون جنبي، شو استفدت؟ وانت فرحان بدك توزع فرحتك على الكل فما بتهتم، بس اكيد بوقت حزنك انت بتكون محتاج لواحد يكون جنبك، pat on your shoulder، ويقول لك انه هو موجود. فاحنا اكيد بندور على هذا الصديق، الصديق اللي بيكون موجود دائما معنا. there is difference between best friends and best friends forever. yes اللي هو ال BFF. هذا الاشي اللي احنا بنحاول انه ان شاء الله نقدر نوصل له، انه نلاقي صديق اللي باستمرار نقدر نفضفض له باشياء كتير احنا نشعر فيها. friends have all things in common. بعدين الاصدقاء لازم يكون بيناتهم كتير اشياء متشابهة. يعني مش ممكن انه اثنين يكونوا friends وبيناتهم كتير اشياء مختلفة، سواء بالاطباع بالتصرفات. هذا الاشي كتير ضروري اللي هو التقارب. اذا ميدو قال لي اول اشي تفرق الصداقة من طريقة معرفتك بي. واقصد كمان انك لو مثلا عرفته من ايام الدراسة ممكن يختفي بعد ما تنسي دراسة مع بعض. صح، يعني انا كتير بعتبر انه الاشخاص اللي احنا نتعرف عليهم بالذات بفترة الجامعة او الدراسة ما بيكونوا كتير
good friends for us لأنه أكيد كل حدا بيروح بجهة ممكن كمان كل إنسان يسافر على بلد تانية وما نقدر إنه نشوفه. يعني كثير مرات الغربة والسفر بتخلينا إنه نبعد شوي عن أصحابنا. فهذا الإشي أكيد صحيح. نجيب دخلت معنا حابب منك تعليق وتقول لي مين الفريند اللي أنت بتعتبره good friend for you. فنجيب معي ميدو معي محمد معي عمر معي نادية ياريت أسمع منكم كمان. محمد I already achieved the BFF level. إذا محمد كثير مبسوط إنه وصل لمرحلة إنه هو لقى the best friend forever. سيزمون بيقول إذا توقفت الصورة أو الصوت اعمل كليك يمين على الفيديو واختار ريفرش فيديو لمشاهدة أفضل. يرجى إغلاق أي صفحات نت أخرى أثناء مشاهدة البث. ميدا بحكي لي لأنه أنا عندي أصدقاء من الجامعة من بعد ما تخرجنا بنشوف بعض صدفة. أكيد مع مشاغل الحياة مع مشاغل الأعمال كل واحد يمكن يكون وقته شكل. في بعدين طبعا بعد الجامعة والشغل كتير في أشخاص بيرتبطوا بتجوزوا بتصير عندهم عائلة كمان فبصير إنه يمكن صداقاته وزياراته بتصير عائلية أكثر. طيب هلأ إذا مثلا الواحد تجوز وصار عنده عائلة هل هذا الشيء بيخليه إنه يختفي من حياة أصدقائه ولا لا؟ يعني حابب أعرف إنه هل أصدقائنا ممكن يدوموا معنا حتى لو بعد ما إحنا تجوزنا ولا لا؟ محمد بحكي لي I am 11 this is the age that a person finds friends. أكيد هو أكثر إشي أكثر وقت اللي هو بالمدرسة يا محمد أنا معك. ميدا بقول حتى أصدقاء من المدرسة اللي قعدنا مع بعض 13 سنة يعني كمان إنه ممكن يخفوا. إذا ميدا شايف إنه ممكن كمان أصدقاء المدرسة إنه يخفوا. طيب إيش بالنسبة للجيران يعني صديق إنه كتير يمكن أول فريند إحنا بنقابله اللي هو بيكون يمكن جارنا. بعد هيك طبعا لما ندخل على المدرسة بيبدو أصدقائنا بالمدرسة بعدين زي ما قلت بالجامعة بعدين بالشغل بعدين ممكن عن طريق آخر. هلا بحكي لي حتى أصدقائي من المدرسة اللي قعدنا مع 13 سنة عندي طبعا. يعني إذا ميدو كتير محظوظ he's lucky really لأنه عنده أصحاب ما زالوا معاه من 13 سنة لهلا. هي هاي الصداقة موجودة إن شاء الله الله يديم الأصدقاء لأنه هم أهم إشي بحياتنا. يعني إحنا بدون الصديق أكيد منلاقي كتير صعوبة بالحياة لأنه كل حدا فينا زي ما قلت بيحتاج لوقت إنه يفضفض فيه لوقت إنه يحكي. ما بتقدر إنك تضلك أنت بس تقعد لحالك تحكي مع حالك أو تحكي مع إخوانك. يعني في كتير أمور أنت ما تحكيها لأخوك تقدر تحكيها لصديقك فهذا إشي كتير مهم. ميدا بقول إحنا إخوات كمان مش أصحاب. يعني ممكن كمان الصديق يوصل لمرحلة زي ما قلنا عمر قبل شوي انه يصير a real brother إذن a friend can come a brother to us وهذا اشي كتير مزبوط. اخر كوت رح اقرأه friends are born not made. الاصدقاء بنولدوا معنا مش احنا بنصنعهم. يعني هذا اشي كمان كتير مهم. تتمون بيقول انه موعدنا غدا مع محمد حمدي من مصر 9 مساء بتوقيت القاهرة. إذن بكرة على الساعة 9 رح يكون في زميل آخر اللي هو محمد حمدي وحوار جديد الساعة 9. زي ما قلت أي خبر أنتوا حابين تعرفوه عن توتامون تنضموا لصفحتنا على الفيسبوك أو تويتر أو على السايت الشانل نفسه عشان تعرفوا مواعيد البروجرام كل يوم. ميدو بقول لي طب ممكن أنا بقى أسألك سؤال؟ أكيد طبعا تفضل يا ميدو اسألني السؤال اللي أنت حابب أنك تعرفه. عمر بيقول when somebody new comes to the school I need to help him no friends. أكيد يعني إحنا إذا كمان إذا أي أصدقاء بيجوا جداد أو طلاب جداد بيجوا لأي مكان أو حتى بعمل أو بأي إشي لازم إحنا إنه نحاول إنه نعرفهم على أصحاب تانيين. تتمون نزلكم كمان a new thing اللي هو برامجنا من السبت للأربعاء 9 مساء بتوقيت القاهرة شاركونا دائما الحوار. ميدا بقول ممكن يكون لك صديق مقرب عرفته عن طريق الانترنت. يعني هذا السؤال إلي ميدا ولا بشكل عام تسأله؟ يعني لأنه نادي قبل شوي قالت إنه معظم الأصدقاء الانترنت ما بيكونوا أصدقاء حقيقيين بيكونوا يعني معظمهم زي فيك أو مزيفين. بس إذا بتسألني إلي إنه في صديق بشكل عام أوكي بشكل عام ممكن وأنا كثير تعرفت على أصدقاء من خلال الانترنت وبتواصل معهم باستمرار وفعلا بعتبرهم انه يعني من افضل يمكن الاشياء اللي انا حصلت لي
من اول ما بديت انه اعمل اكاونت سواء كان على الفيسبوك ولا على تويتر ولا على البلوك تبعتي او اي شيء. فهذا الاشي صحيح. هلا ميدو بقول انا طلعت بواحد، طيب يا ريت تحكي لنا شوي عنه يا ميدو، عن صديقك اللي انت اتعرفت عليه عن طريق الانترنت، عشان انه ما كمان نحكم باستمرار انه الانترنت مش ممكن تجيب لنا اصحاب، لا، انه ممكن احنا نتعرف على فريندز ويكونوا فعلا ريل فريندز لنا، نتواصل معهم باستمرار، يتواصلوا معنا. هلا بقول ميدو انا طلعت بواحد عن طريق الانترنت وهو مغربي، اذا من المغرب. يمكن هذا كمان الاشي الكويس بالاصدقاء الانترنت، انه تعرفنا على اشخاص كتير من مختلف انحاء البلاد سواء العربية او الاجنبية. وكمان هذا جزء من سياسة توتامون، يعني هلا توتامون ما احنا بس بنشوفها من خلال بلد معينة، يعني توتامون تنشاف بجميع الدول العربية والاجنبية كمان. يعني كتير كان في معنا بحلقات ماضية اصحاب وأصدقاء لتوتامون من دول مختلفة، من فرنسا، من كندا، من أمريكا، طبعا من تونس باستمرار، من المغرب، من الجزائر. فباستمرار هذا إشي كتير مهم، لأنه إحنا زي ما بنعرف صرنا one whole big family، يعني صرنا عائلة واحدة كبيرة اللي هي عائلة طبعا الإنترنت، اللي هي العولمة اللي قعدنا سنين كتير نحكي عنها. ميدا بقول لي بتواصل معايا باستمرار وبعرف عني حاجات ما يعرفهاش حد عني حد غيره. طب هذا اشي كتير حلو. اذا كل حدا فينا بيحتاج لصديق، بغض النظر هذا الصديق احنا نقدر نشوفه فيس تو فيس، نتواصل معه عن طريق المسجز او عن طريق الشاتنج على الفيسبوك، بس اكيد احنا بحاجة لصديق. هلا في عندي سؤالين ثلاثة بدي اسألهم. السؤال الاول، امتى او ايش الاشياء اللي انا مش ممكن اتقبلها من صديقي؟ ايش في الاشياء اللي بعتبرها انه لا، هذا الاشي مش مقبول منك حتى لو كنت انت my best friend؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، زي ما قلت، امتى ممكن نسامح وامتى ممكن ما نسامح؟ يعني سألت انا هالسؤال اكثر مرة بس لهلا ما جاوب عليه. حابب اسمع من ميدو، من محمد، من عمر، من نادية، واي حدا موجود لسه برا الشات، انه ندخل ما نكتفي بالمشاهده من وراء السكرين. يعني توتامون مش قناه عشان تشوفها من وراء السكرين، توتامون قناه نت من خلالها بنقدر نتواصل بالصوت بالصوره، بنقدر انه كمان نكتب على الشات. فبالتالي بدنا نكون احنا جزء من الحوار اللي عماله بيصير. عمر بقول don't trust people in internet. اكيد عمر احنا مش كل الاشخاص نقدر انه احنا نثق فيهم، بس اكيد ميدو لما وصل لهاي المرحلة انه هو طلع بصديقه، اكيد كان حاطه تحت مجموعة من الاختبارات لحد ما لقى انه هو الصديق المناسب له. ميدو بقول انا عندي صديق محبط بشكل غريب. محبط ولا محبط؟ يعني هو محبط ولا بيعمل لك احباط؟ حابب اعرف وليش، يعني شو السبب يا ميدو انه هاي الحالة موجودة عند صديقك، سواء كان هو محبط او هو بيعمل الاحباط. على الحالتين حابين نعرف ايش السبب. اوكي، اذا ميدو بقول لي لا، هو بسوي له احباط. اذا هو عنده صديق محبط بشكل غريب، ليه؟ ليه حكمت عليه يا ميدو انه هو بيعمل لك احباط؟ من اي ناحية؟ من اي ناحية هذا الصديق اذا بعمل احباط الك؟ واذا عمل هو هذا النوع من الاحباط، انت بتلاقي انه ممكن انك تتوقف وما تحكي معه، تنهي الصداقة، ولا كيف؟ ليه ما انت تعطيه البوزيتيف انرجي، نعطيه احنا خلينا نقول الطاقة الايجابية؟ يعني هذا كمان احنا دورنا كاصدقاء، زي ما احنا بنتأثر اكيد لازم نأثر. يعني شو فائدة الصديق اذا بس يكون طرف واحد؟ صديق عبارة عن طرفين، زي ما ناخذ لازم نعطي. هلا ميدو بقول لي من مواقف كثيره، قبل ما نعرف ايش واحد من هاي المواقف اللي هو عملها، وحابب اعرف منك هل حاولت انت تعطيه من الانرجي الموجوده عندك هاي الطاقه الايجابيه ولا لا؟ تمويه جديد من توتامون. لمعرفه كل اخبارنا اول باول انضموا الى صفحتنا على الفيسبوك واللينك موجود، او على صفحتنا على تويتر كمان اللينك موجود. اذا سواء تنضموا لتويتر او الفيسبوك تقدر تعرفوا الاخبار اللي احنا بننزلكم اياها عن برامج توتامون، اللي هي بتبدا من السبت وبتنتهي الاربعاء الساعه 9 كل يوم.
اذا ميدا بيقول لنا موقف من هاي المواقف اللي صارت معاه وشعر انه صديقه كان شوي عمل له احباط. فبيقول انا كنت بدرس كورس لغة فرنسية. قال لي انت فاكر انك حتشتغل باللغة دي؟ تاخدها ليه؟ مش حتنفعك. يعني هو شاف انه هذا الاشي ما راح يفيدك. طبعا اكيد انا معك يا ميدو، هذا الاشي مش صحيح، لانه اي اشي احنا منضيفه لنا، منضيفه على السي في الخاصة فينا اكيد بنفعنا، وبالذات اللغات. يعني اللغات اشي كتير ضروري بهذا العصر اللي احنا بنعيشه، يعني عصر انترنت كله بيقوم على اللغة، وكل ما الشخص تعرف اكتر من لغة كل ما بيكون طبعا افضل. فيعني حاول انه شوي يعمل لك احباط، فانت يعني حسيت انه هو كان لازم يشجعك اكتر بس هو ما شجعك. طبعا هذا الاشي اكيد محبط. طب ايش كان ردك له يا ميدو؟ ايش قلت له؟ عمر بيحكي لي my true friend is my book. كمان هذا اشي كتير حلو، يعني احنا في هذا الزمن زمن الانترنت اللي هي منطلع كل المعلومات على الانترنت، بس بكبسة على جوجل منطلع اي اشي بدنا اياه، نسينا اشي كتير مهم اللي هو الكتاب. فيعني خير جليسا في الزمان كتابه، يعني هذا من احد الاقوال اللي كتير مهمة. فاكيد طبعا يعني كمان مرات منلاقي يمكن المعرفة اللي احنا بدنا اياها منلاقي عالمنا من خلال الكتب والموضوعات اللي احنا نقرأها. مضبوط يا عمر. طيب هلا ميدو انا حابب اعرف منك كيف انت نقلت الطاقة الايجابية الموجودة عندك واعطيته منها، يعني ايش كان ردك؟ يعني هل سكتت انت لما هيك حكالك ولا لا؟ قلت له بالعكس ممكن تنفعني لانها مش موجودة كتير في مجالات كتيرة. اكيد يعني هلا هاي بتكون زي ادفانتج، زي ميزه لك انه انت معك انذر لانجويج، لغه ثانيه، وغيرك ما معاه. يعني لو هلا انت بدك تشتغل اي شيء اكيد راح تفيدك. حابب اعرف ميدو ايش تخصصك؟ ايش دارس انت؟ يعني مخلص جامعه وايش التخصص؟ وهل تشتغل ولا لا؟ اذا نسمع من ميدو عن تخصصه، اذا مخلص، اذا بيشتغل. اوكي اذا ميدو بقول لي انه هو دارس ادارة اعمال. تشتغل يا ميدو ولا لسه بتدور على شغل؟ لانه في زي كويستيونير كمان احنا استبيان عملناه ونزلناه على صفحتنا بالفيسبوك انه عن مواضيع مقترحة انتم حابين انكم نحكي فيها، انه احنا نحكي فيها طبعا تشاركونا الحوار. كان من بينها المشاكل اللي بتحيط بالشباب بهالايام هاي، وكان واحد منها اللي هو موضوع البطالة. فيعني حابين نعرف لأي حد انه هذا الاشي ممكن يأثر ويعمل احباطات للاشخاص. فحابب اعرف منك ميدو اذا انت زي ما قلت بتشتغل ولا لا، ولا اعمالك بتدور لسه على شغل، وهل هذا الاشي بيعمل لك احباط؟ وهل تتشارك بهذا الشيء مع اصحابك ولا لا؟ يعني هل هذا ممكن يكون موضوع للحوار بينك وبين كمان اصدقاء لك ولا لا؟ يعني كمان هذا اشي كثير مهم حابين نسمعه من ميدو. بعد هيك يعني اخر يمكن شغلتين انا حابب احكي فيهم، لانه باقي معنا بس خمس دقائق قبل ما ننهي حلقتنا لليوم، لان زي ما بنعرف برامجنا بتبدا الساعة 9، اللايف تنتهي الساعة 10. فاخر اشي انا حابب اعرفه، شو المقولة اللي انتو بتمشوا فيها بالنسبة للاصدقاء؟ يعني ايش هو سواء كان بروفيرب، سواء كان مثل، قول مأثور، اي اشي، ايش هي حكمتكم بالنسبة للصديق وليش؟ ميدو بقول لي انا كنت بشتغل وبدور على شغل تاني. اذا ميدو ترك شغله وهلا عماله بدور على شغل. بتمنى لك كل التوفيق يا ميدو، وان شاء الله تقدر انك تلاقي شغل بوقت كتير قريب ان شاء الله. اذا للموجودين معاي لسه داخل الشات، حابب اني اعرف زي بروفيرب او قول مأثور بالنسبة لكم اشي كتير مهم وبتعتبروه اشي بيمثل صديقكم، اشي ممكن بيلخص هاي الصداقة الموجودة عندكم. ميدو بقول لي بعمل حاجة ثانية بيني وبينك اقولها لك. اوكي يا ميدو، اذا ميدو في عنده شغل اخر عبين ما يشتغل، وهي الشغلة ما بيحكي لنا اياها اون اير على الهواء، راح يحكي لي اياها انا بعدين. اوكي ميدو. طبعا انا ميدو كثير مبسوط انك اليوم تواصلت معنا من خلال البرنامج، لانه انت زي ما قلت صديق انضميت للاكونت تبعنا على الفيسبوك. وحابب اسالك سؤال ميدو، هل انت حكيت عن تسمون لاصحابك؟
يعني هل عمالك تنقل فكرة هاي القناة اللي هي طبعا تعتبر اشي كتير رائد بعالم الانترنت، هل وصلت لهم هاي الفكرة ولا لا؟ يعني كتير حابين احنا انه نكبر دائرة اصدقائنا اللي بيكونوا مش برا الشات، يعني هل احنا عندنا عدد كتير